إن شاء الله المحاضرة عن التارفز أو الفواتير الكهربية بالذات، طبعا نتكلم على الإلكتريكال تارف. في الجزء الأول كان دكتور أحمد إبراهيم بدأ يكلمكم عن اللود كيرفز والباور ستيشن بارامترز، وأخدتوا تقريبا شيت كمان مع المهندس مصطفى. فالجزء اللي بعد كده احنا هنبدأ نتكلم في أول محاضرة عن التارفز، ولو في حد في التوبيك بتاع التارف محتاج يعرف معلومات زيادة عن اللي احنا هنقولها في المحاضرة أو عايز يقرأ بالتفصيل شوية، فهتلاقي التو شابترز دول من كتابين مختلفين في نفس السلايد، ممكن ايه ترجع لهم لو انت ايه حابب. طيب التاريف تعريفها ايه؟ تعريف التاريف هو rate of electrical energy at which it is supplied and sold to the consumers. والمعنى بتاع الفاتورة او التاريف هو الريت، يعني انت هتبيع الالكتريستي بتاعتك او الكهرباء يعني بريت عامل ازاي؟ كام قرش ولا كام جنيه لكل كيلو وات اور، يعني كل يونت من الانرجي هتبيعها للمستهلك بكام. تمام، فاحنا عندنا في البيوت بتاعتنا مثلا بنستهلك انرجي، وفي عداد بيحسب الانرجي قد ايه اللي انت استهلكتها على مدار الشهر، وبالتالي على حسب بقى الريت اللي شركة الكهرباء هتحدده هتبقى تقدر تحدد الفاتورة بتاعتك. الهدف الرئيسي من الفاتورة ايه؟ هو recovery of total cost of generation و transmission و distribution. يعني شركة الكهرباء عملت investment، دفعت فلوس على 3 مراحل generation و transmission و distribution، عايزه تعمل فيكسنج او ترجع الفلوس اللي هي ايه اللي عملت انفستمنت فيها. و the cost of generation depends upon the magnitude of energy consumed by the consumer and his load conditions. يعني انت هتدفع الكلام ده بناء على انت استهلكت انرجي قد ايه، وكمان اللود كونديشنز يعني على حسب اللود بتاعك برضو شكله عامل ازاي. بمعنى تاني ان على حسب نوع الحمل، وهنا مقصود بيه انت تجاري ولا سكني ولا مصنع، ساعتها برضو الموضوع ده بيحدد شكل الفاتورة بتاعتك هتبقى عاملة ازاي، وده هنشوفه قدام. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل التارف، احنا ايه الاوبجيكتيف من التارف؟ يعني الناس بتعمل الفاتورة دي ليه؟ او ايه الحاجات اللي لازم تبقى متوفرة في اي فاتورة الكتريكال تارف؟ اول حاجة ريكفري اوف كوست، ده منطقي جدا، انا عايز اعمل ريكفري الكوست يعني رجع الفلوس اللي انا دفعتها. ده بقى فين؟ في 3 مراحل هتلاقيهم الجنريشن ترانسميشن و الديستريبيوشن، وكمان الكوست اوف اوبريشن والمينتننس. انت عندك عمال او مهندسين او كده، فانت دي بتدفع مرتبات وفلوس وبتعمل صيانه للمعدات بتاعتك وكده. الريكفري اوف كوست للميترنج ايكويبمنت، يعني انت عدادات وبتاعش كده، لما تيجي مثلا حد يقدم على كهربا بيبقى فيه كوست محطوط للعداد. والبيلنج النظام الفواتير نفسه، في حد بيجي لك وكشاف يشوف الكهربا كام وهكذا. كل دي تكلفة على السيرفيس بروفايدر محتاج ان هو يرجعها. واخر حاجة من الاوبجيكتيف بتاعت ان انا اعمل مارجنال ريتيرن بروفيت، يعمل ربح يعني من الفلوس اللي هو بيعملها انفستمنت. وده اي حاجة تجارية في العالم بيبقى التارجت منها انه يرجع فلوسه، دي ميك سنس يعني، ويكسب كمان جزء من الفلوس، نحط نسبة ربح معينة. النقطة دي شوية فيها اختلاف ما بين مكان للتاني، لأن شكل شبكة الكهرباء نفسه بيختلف من مكان للتاني. بمعنى يعني مثلا احنا في مصر الكهرباء
جزء من الحاجات اللي الحكومة بتعملها بروفايدنج للناس او للمصانع او كده. ففي الفترة اللي فاتت او مثلا قبل 10 سنين من دلوقتي، كان الحكومة لما بتيجي تحدد سعر الكهرباء للمنازل مثلا، كان في مراعاة لان في ناس ظروفها مادية مش قوي بتاع، فكان في لحد ما حاجة اسمها الدعم، وبالتالي حتة المارجنال بروفيت دي مش هتلاقيها موجودة، بس ده نتيجة لظروف معينة. لكن بره مصر مثلا، فوق نتكلم على اوروبا مثلا او امريكا او كده، هتلاقي ان هناك في مستثمرين هم اللي بينتجوا الكهرباء، يعني مش الدولة نفسها هي اللي بتنتج، وبالتالي او ممكن يكون الدولة ليها جزء بس مش هو الاكبر من انتاج الكهرباء. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ لازم الناس دي، ما انا مش هروح استثمر في حاجه لما اكون هكسب منها، تمام؟ فده الشكل الطبيعي. ممكن هنا في مصر دلوقتي بدأنا مع التعريفات الجديده للفواتير، يعني ممكن نبدأ نقول ان كمان خلاص يعتبر سعر الكهرباء بقى محرر، وبالتالي هنا ممكن يبقى في فرص استثمار، يعني ممكن مستثمر يبدأ يدخل ويعمل محطات ويبيع وكده، والقانون نفسه اتغير بحيث انه يتيح للناس ده mainly في مجال الـ renewable energy، يعني زي البي في مثلا، الطاقة الشمسية، فممكن ناس تعمل محطات طاقة شمسية وتقدر تبيع للدولة او الحكومة وهكذا، تمام؟ وان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتكلم برضو شوية عن محطات الطاقة الشمسية. طيب المين فاكتورز انفولفد ان فيكسنج تاريف، التاريف لازم شكلها عامل ازاي؟ اول حاجة التاريف لازم تبقى سيمبل، بسيط، اند كابابل اوف ايزي اكسبلانيشن تو كونسيومرز. يعني ايه؟ يعني لازم تكون الفاتورة دي حاجة بسيطة، والكونسيومر اللي هو احنا او المصانع وكده يقدر يقرا، يعرف هو انا دفعت الفلوس دي بناء على ايه. وبالتالي انت اي واحد فيكم لو جه مسك فاتوره الكهرباء هيلاقي الموضوع فعلا بسيط، يقدر يشوف هو استهلك قد ايه والريت بتاعه كام، هو في شريحه انهي شريحه يعني من الاستهلاك، ويضرب ده في ده ويطلع السعر. فلازم الفاتوره تبقى واضحه عشان المستهلك يبقى فاهم هو بيدفع فلوس ليه. Tariff should be attractive so that consumers are encouraged to make more extended use of electrical energy. طيب ده معناه ايه؟ الفاتورة لازم تبقى attractive، يعني لازم تبقى بتحس ان الكونسيومرز عشان يعملوا ايه؟ more extended use of electrical energy. طيب الكلمة دي على طول نقدر نقول انها applied فين؟ بره مصر. لان زي ما قلنا بره في شركات هي اللي بتنتج الكهرباء، وبالتالي عايزة تبيع، ففكر مختلف، هو هناك عنده بينتج منتج عايز يبيعه، فعايز يشجع الناس انها يبقى عندها الكتريكال لود اكتر ويشتروا منه وبتاع ويكسب. هنا في مصر قبل كده ده ما كانش متحقق، ممكن بعد كده لو الناس بدأت تدخل في فكرة الاستثمار في الكهرباء، عندنا مصانع ومثلا وتصنيع وحاجات زي كده، فممكن الجزء ده يبقى واضح اكتر. طيب احنا ليه هنا بنتكلم عن كل حاجة؟ لان احنا في الكهرباء في كذا موديل، تمام؟ بس في اي مرجع او اي كتاب او بتاع هتلاقي ان اللي هو المور كومن هو الموجود، فهتلاقي كلمه ستاف شود بي اتراكتيف تو كونسيومر انكارج تو ميك مور اكستندد يوز اوف الكتريكال انرجي. ده مثلا من 5 سنين في مصر كان العكس بيحصل، انت الحكومه كل ما انت تستهلك انرجي اكتر كل ما هو بيخسر، لان كل استهلاكك ده عليه دعم، فانت لما تزود في استهلاكك يبقى هو كانك بتسحب دعم اكتر، فانت كانه هو بيخسر. فدي ممكن ما تبقاش ابلايد على الكيس بتاعت مصر، لكن بره ده ابلايد. ليه؟ لان زي ما قلنا اللي بيبروفايد الالكتريستي او دول مستثمرين وبالتالي عايز يكسب. طيب the tariff must be fair and the consumers should be charged according to what energy. يعني دي طبعا دي حاجه منطقيه جدا، ما لازم الناس تبقى بتدفع على قد استهلاكها. A consumer whose load condition doesn't deviate much from the ideal non-variable should be charged at lower rate than the one whose load condition changed
بشكل كبير. طيب انتوا اخدتوا مع دكتور احمد اللود كيرفز، وقلنا ان مشاكل الحمل الكهربي ان هو متغير بشكل كبير، والتغير بتاع الحمل الكهربي في الحقيقة من اكتر الحاجات اللي بتسبب مشاكل للناس اللي بتشتغل في الكهرباء. ليه؟ لان هو بيحتاج يبقى متوقع الحمل هيبقى شكله عامل ازاي، وبالتالي يقدر يوفر كمية الانرجي او سوري كمية الباور اللي مطلوبة في الدقيقة دي وفي الساعة دي وفي اللحظة دي. لانه لو هو ما كانش متوقع صح، فممكن يحصل عنده شورتج في وقت من الاوقات، وبالتالي ما يقدرش يبروفايد الناس دي بالباور اللي هي عايزاها، ويحصل لود شيدنج يقطع عنهم الكهرباء. فكل ما كان الحمل مش متغير، هو كده كده لازم الحمل الكهربي زي ما احنا قلنا هو عشوائي شوية ومتغير، لكن كل ما الحمل ده بيتوافق مع شروط التشغيل بتاعتي تمام، ده لازم انا ادي للراجل ده انسنتيف، لازم اساعده ان هو يحافظ على الشكل ده. طيب ده بيحصل من خلال الحقيقة بعض الحاجات التانية زي لود مانجمنت او ديماند سايد مانجمنت، او توبكس زي الانرجي افيشنسي، ان انا من خلال اللود مانجمنت انا بحاول اخلي الكونسيومر يتبع الشكل اللي انا عايزه، بحيث انه حتى لو هو متغير يبقى فليكسيبل، يبقى عنده فليكسيبيليتي في شكل الحمل بتاعه تمام. فيبقى اذا ساعتها ممكن ادي انسنتيف للناس اللي هتبقى متماشيه مع الشكل اللي انا عايزه، وهناخد فكره برضو عن الجزء ده بالتحديد في محاضره ان شاء الله في الكورس ده تمام. يبقى ملخص الحته دي ايه؟ ان لازم احاسب الناس على حسب هم بيخدموني بشكل عامل ازاي. طب بيخدموني ازاي لو هم اللود بتاعهم مش متغير بشكل كبير؟ طيب نبدأ بقى نخش في انواع التاريفز، انواع الفواتير شكلها عامل ازاي تمام. طيب utility companies have established rate structure based upon the amount of energy consumed, demand or rate at which energy is consumed, والباور فاكتور اوف ذا لود. طيب في دول الثلاثه فاكتورز اللي هيشكلوا السبع انواع اللي تحت. الاماونت اوف انرجي، يعني انت هتتحاسب بس على انت استهلكت انرجي قد ايه كيلوات اور، وده على فكره اللي هو البيوت بتاع احنا في البيوت بنتحاسب كده على الفاكتور ده بس. او يبقى الفاكتور نمبر 1 و2 يدخلوا مع بعض، يبقى انا بتحاسب على الكيلوات اور والكيلوات بتاعك الماكسيمم ديماند بتاعك. تالت حاجه بقى الباور فاكتور اوف ذا لود، وده بيدخل مع المصانع. يعني المصانع بنبدا نحاسبهم شويه على شكل الاحمال اللي جوه عامله ازاي، لان الباور فاكتور ده بيأثر على الكرنت اللي المكان ده هيسحبه تمام. وبالتالي بيأثر على السايزنج بتاع الكيبلز اللي انا هوصلها له وهكذا. ده يعني موضوع فيه يعني ممكن تاخد فيه محاضرات برضو اللي هو الباور فاكتور، بس خلينا لحد هنا نبقى عارفين ان في فاكتور تاني اسمه الباور فاكتور، ده ممكن يدخل وانا بعمل الفاتورة بتاعتي يبقى بارت من الفاتورة. يبقى الانرجي، الباور او الباور فاكتور، دول الثلاثة فاكتورز او الثلاث عوامل اللي بناء عليهم هيبقى في انواع مختلفه من التارفز تمام كده. طيب according several، طيب ده الكلام اللي احنا قلناه ان according الكلام ده هيبقى فيه السبعه تارفز دول. ايه هم السبع انواع؟ simple tariff، flat rate، block rate، two part tariff، و maximum demand tariff، و 3 بارت تاريف، والباور فاكتور تاريف. طيب احنا الجزء اللي جاي هنعمل ايه؟ هنبدا نتكلم بالتفصيل عن كل نوع منهم. السمبل تاريف وليها اسم تاني اللي هو اليونيفورم ريت تاريف، من اسمها طبعا باين ان دي ابسط نوع من الفواتير، وفيها البرايس تشارجد بير يونت اوف انرجي از فيكسد. يعني ايه؟ يعني كل يونت من الانرجي هتحاسب عليها بسعر ثابت، مفيش من الاخر كده مفيش شرايح. يعني انت استهلكت كيلو زي 10 زي مليون زي كل واحد تمام كده.
طيب، وده مش اللي حاصل عندنا. احنا عندنا هنا في مصر نظام شرايح. طيب the rate per unit of energy consumed by the consumer is fixed، ثابت، ما زي ما قلنا irrespective to the quantity of energy. استهلك بقى زي ما انت عايز. هو انت مثلا لو هتدفع جنيه لكل كيلو وات اور مثلا، يعني ده رقم كبير، لكن just for example، يعني لو هتدفع جنيه لكل كيلو، يبقى كله بقى انت استهلكت كيلو زي 100 مليون كل واحد. This energy consumed is measured by installing an energy meter. هنعرف ازاي الراجل ده استهلك قد ايه. ففي العداد، في ميتر عنده، بنقدر من خلاله نعرف هو استهلك قد ايه. طيب ايه الميزه بتاعتها؟ وده الشكل اللي احنا هنتبعه، في احنا هنعرف كل تعرف هي ايه، مزاياها ايه وعيوبها ايه. طيب مزايا التاريف دي بقى، اول حاجه بسيطه جدا ممكن الكونسيومر يفهمها بسهوله، وده من الحاجات اللي احنا قلنا لازم تكون سيمبل، فدي سيمبل اصلا. طيب كونسيومر از تو باي از بير هيز كونسامشن، يعني الى حد ما فير، او تبان كده انه انا على قد ما بستهلك بدفع. عيوبها ايه؟ ان الكونسيومر is to pay the same rate per unit of energy consumed irrespective of the number of units consumed by him. طب ايوه ايه يعني المشكله؟ consumers are not encouraged to consume more energy. دي الحته زي ما قلنا تختلف من مكان للتاني. اصل لو بنتكلم ان في مستثمرين، يبقى كده مفيش في الشكل ده من الفواتير ان الراجل هيبقى عايز يستهلك اكتر وبتاع. طيب طيب there is no discrimination between different type of consumers. يعني هنا كل الناس بتدفع، تجاري ومصانع وبيوت كله زي بعضه، وده مش منطقي. ال cost of energy per unit delivered is high. التكلفة هنا هتبقى عالية. The supplier don't get any return for the connection given of the consumer does not consume any energy in a particular month. ده معناه ايه؟ ان افترض ان الراجل قفل شقته مثلا وسافر ولا حاجه، تمام؟ طيب كده مش هيدفع حاجه؟ اه مش هستهلكش، الميتر بتاعه مش هيحسب حاجه، وبالتالي مفيش فلوس. بس طب ده ما انا اشتريت كابلات واشتريت محولات اشتريت ديفايسز كتيرة قوي عشان اديله الخدمة دي، مش لازم اخد جزء من الفاتورة؟ المفروض يكون في جزء من الفاتورة يغطي الجزء ده. لا، ما في النوع ده من الفواتير مفيش. طب احنا قلنا النقطة اللي قبلها على طول، cost of energy per unit delivered is high، عالي ليه؟ لأن أنت هنا حاطط كل الفلوس اللي أنت هتاخدها على الإنرجي بس، وبالتالي في عندك مصانع وتجاري بتاع، الفلوس بقى اللي انت كنت المفروض تاخدها زياده من الناس دي، لانهم عندهم بيستهلكوا انرجي اكتر وباور اعلى وبتاع، وبالتالي لما تيجي تسبلاي الناس دي، نفترض انت عندك بيت جنب مصنع مثلا، لما تيجي شركه الكهرباء تمد كابل للمصنع، الكابل ده هيبقى كبير، السايزنج بتاعه يعني السايز بتاعه يبقى كبير. طيب يبقى ساعتها انت لما بتيجي تحط الفاتوره ضمنيا كده، لو انت هتحاسب الاثنين بنفس الريت، ما كده البيت كانه بقى جزء من المصنع، لان الكابل ده البيت عايز كانه عايز يدفع جزء من ثمنه، فاهم؟ فده معناه ايه؟ ان لازم يكون في تفرقه ما بين الايه، البيت والمصنع. وبالتالي طالما ما فيش التفرقه دي، يبقى يعتبر ده ايه، عيب من عيوب الفاتوره دي، تمام؟ طيب النوع الثاني الفلات ريت. طيب الفلات ريت هنا different type of consumer are charged at different per unit rates. يعني بدأ يبان هنا ايه، ان على حسب نوع المستهلك يبقى في ريت مختلف. طيب ده قريب قوي من السيمبل تاريف، لكن الفرق ان consumers are grouped into different classes and each class of consumer is charged at different per unit rate. يعني هنقسمهم وكل كلاس منهم هيتحاسب بشكل مختلف. كمثال ال light load is slightly higher than the power load. The flat rate of power load is always less than the lighting load. يعني الريت بتاع الباور هيبقى اقل من الريت بتاع اللايتنج لود اللي هي احمال الاضاءه مثلا.
ليه؟ لان الباور از ماتش مور ذان اللايتنج لود، وده بيمبروف الايه اللود فاكتور بتاع السيستم تو ا جريت اكستنت، يعني لحد كبير. الحته دي انا مش هتكلم في تفصيلتها شويه بتاعت اللود فاكتور، لان دي انتوا بالتفصيل اتغطت في اللود كيرف والفاكتورز المختلفه، اللود فاكتور والدايفرست فاكتور وتاثير. لو اللود فاكتور بتاعك عالي ده بيأثر ازاي في الكوست، واخدتوا شيت على الكلام ده، فدي انتوا ممكن ايه ترجعوا للمحاضرات اللي قبل كده تبقوا فاهمين كويس قوي تأثير اللود فاكتور على الكوست بيبقى عامل ازاي. فانا ليه بخلي الباور لود اقل من اللايتنج لود؟ لان ده بيحسن الايه الباور فاكتور. طيب ميزتها ايه؟ دي اتس مور فير تو ديفرنت. طيب يعني هنا بقى بدأت افرق ما بين الكونسيومرز شويه، وبالتالي ده فير اكتر، وبرده ستيل هي سيمبل ودي تعتبر ميزه يعني. طيب هنا بقى من عيوبها ايه؟ انا هنا عايز افرق ما بين احمال الباور والاضاءه مثلا، فلازم يبقى عندي سيبريت ميتر. طب اعرف ازاي انه استهلك من ده قد ايه ولا؟ فيبقى عندك ميترز مختلفه، فانت كده هتجيب ايه ميجرنج ديفايسز اكتر. الكونسيومرز ار نوت انكارجد تو كونسيوم مور انرجي. ليه؟ عشان برضه ستيل سيم ريت بير يونت اوف انرجي. يعني لو احنا وزن نفس الكاتيجوري نفس الكلاس، ما انا بدفع نفس الفلوس فبرضه مش هستهلك اكتر. برضه نفس العيب اللي كان في اللي فاتت، السبلايرز الناس اللي بتبروفايد السيرفيس ما بياخدوش اي ريتيرن في حاله ان الناس دي مش موجوده في الايه في الشقه، وبالتالي انا عامل انفستمنت وجايب بترانسفورمرز وكيبلز بتاع مش باخد فلوس على الكلام ده. تعال نفترض جدلا ان انت جايب مديت كابلات ومحول و لمثلا ل 10 شقق، وضمنيا الجزء من الفاتوره بيجي من تكلفه الحاجات دي هيجي من الفاتوره اللي بيدفعوها. فلو انت مش حاطط جزء على حاجه غير الانرجي، نفترض ان الناس دي سافرت سنه، انت هتقعد سنه ما بتاخدش فلوس، متخيل؟ فطب قعدوا سنتين ثلاثه، يبقى انت كل الفلوس اللي انت دفعتها دي مش بتستفيد منها في حاجه. يبقى ده يعتبر عيب في نوع الفواتير اللي مش بتحط جزء من الفلوس على حاجه غير الانرجي، وده يبان قدام هنشوف حل المشكله دي ازاي. طيب البلوك ريت تارف، اوقات ممكن نقول عنها اللي هي السلايدنج سكيل. طيب في النوع ده من التارف، energy units are divided into number of blocks. كلمة blocks اللي هي الشرايح، زي ده بقى زينا هنا. والrate per unit is fixed for each block. يعني وانت جوه البلوك جوه الشريحة هتتحاسب بنفس الفلوس. يعني ايه؟ نفترض مقسمين زي في مصر كده من 0 ل 50 كيلو وات اور، دي شريحة. يبقى انت لو انت 10 20 30 كل ده ليك ريت واحد، عد ال 50 يبقى في ريت تاني. The tariff in which first block of energy is charged at a given rate and the succeeding blocks of energy are charged at progressively reduced rate. طيب لو انت خدت بالك هتلاقي هنا برضه نفس، بص دي ده الاختلاف ما بين شويه ما بين مصر وبره. ممكن الكلام ده نبدا نعدله دلوقتي كمان، او يبدا يبقى ابلايد على الكيس بتاع مصر شويه، ان احنا بدا يبقى في تحرير شويه في سعر الكهرباء. هتلاقي بيقول لك ان كل البلوك اللي بعد الاولاني تبدا ايه تقلل شويه، اللي بعده تقلل. لا طب احنا هنا في مصر لا، ستيل احنا هنا اللي بيستهلك اقل بيدفع اقل، الريت يبقى اقل، لان انت عشان تراعي محدود الدخل وكده. بره هو عايز يبيع اكتر، فعايز كل ما تستهلك شريحه اكتر تخش في شريحه اعلى اقلل لك الفلوس، عايز يدخلك في شريحه اكتر. The rate per unit of energy for the first block is the highest. ده اعلى حاجه الاولاني، تمام؟ and reduces progressively، هيقل بقى بعد كده مع الوقت. فور اكزامبل فيرست 100 يونت ممكن تبقى 50 100 150 على حسب بقى كل مكان بيعمل البلوكس بتاعته ازاي. هيبقى مثلا 3 جنيه لكل يونت، كلمه يونت عندنا اللي هي كيلوات اور. طيب النكست 100 يونت هيبقوا 2.5 وهكذا، بعد كده نكست مثلا 100 ولا 150 يبقى جنيه مثلا. Generally, fixed charges are merged into the running charges for the first and second blocks. يعني الحتة دي مقصود بها ايه؟ Fixed charge هنا مقصود بيها اللي هي الفلوس اللي انت هتدفعها مرة واحدة، اشتريت كابلات ومحولات وبتاع، تمام؟ الجزء ده من التكلفة بيتحط على الشريحة الأولى والثانية، تمام؟ وبالتالي بيدفعوا أكتر.
طيب هو في حاجة تانية غير فيكسد؟ اه في بقى الرننج، انت عمال تحرق مثلا فيول عشان تبروفايد السيرفيس دي، وبالتالي في رننج كوست وفيكسد كوست. الرننج كوست هتجيبه من كل الشرايح مع الشرايح الاعلى، الفيكسد كوست هتحمله على اول شريحتين. طب ايه مزايا الحته دي؟ هنا انا بقى بدي انسنتيف. بص العيب اللي كان هناك ان كله زي بعضه، فبالتالي الناس ما فيش انسنتيف تستهلك. لا، في هنا لو استهلكت اكتر هتدفع اقل. اونلي وان انرجي ميتر، هنا عندي انرجي ميتر واحد هيفي بالغرض، دي ميزه. ما ينفعش هنا كنت اقول من المزايا ايه انها يعني سيمبل، لا هي ستيل مفهومه وكل حاجه، بس ما هياش بقى سيمبل زي اللي فاتوا، فما ما هوش يعني عيب وما هوش ميزه. العيب بتاعها سبلاير داز نوت جيت اني ريتيرن، برضه ستيل العيب اللي لسه مكمل معانا، برضه لو قفل مفيش مش هياخد حاجه. اكزامبل 1. طيب الاكزامبل ده هو اكزامبل محلول، فانا هعمل زي ما كنت بعمل قبل كده في المحاضرات، هنمشي عادي. انا هخليك انت تقرا الاكزامبل وتحل، وهو اوريدي محلول تمام، فانت هتاخده كانه زي هوم ورك كده، تمشي ايدك فيه وايه وتحله، واوريدي انت معاك الحل، انت كانك عايز بس تفهم الحل ازاي. الافضل طبعا انت حاول الاول تقرا المساله وتحاول تحلها بنفسك، عرفت ماشي ممكن تشيك على الحل من هنا، لو ما عرفتش ممكن ترجع تبص على الحل وتفهمه. طيب النوع الرابع من الفواتير اللي هو التو بارت تارف او دول ريت ستراكشر تارف. طيب هنا بقى هيبقى فيه تو بارت، يعني فيه جزئين هو هيبدأ يظهر، هو غالبا هو الفيكسد والرننج. التاريف in which electric energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and the units consumed by him. يعني هبدأ أحاسبه على الباور اللي هي بناء على الباور دي، الماكسيمم ديماند ده هجيب الايكوبمنت بتاعتي واليونتس كونسيومد بتاع اللي هو الانرجي بقى قد ايه. التوتال تشارجز تو بي ميد فروم ذا كونسيومر سبليت انتو تو كومبوننتس فيكسد ورننج، لسه شارحين الحته دي. الفيكسد تشارج ار اندبندنت اوف انرجي كونسيومد باي ذا كونسيومر بات ديبند اوبن ذا ماكسيمم ديماند، يبقى على حسب الماكسيمم ديماند تاخد منه الفيكسد تشارج. الرننج تشارج هاخدها من الانرجي اللي هو يستهلكها. طيب the maximum demand of the consumer may assist on the basis of the kilowatt capacity of all electrical devices owned by a particular consumer or on the connected load. يعني ممكن نحدد ال maximum demand ده بتاعه على ال capacity بتاع ال devices اللي عنده او ال connected load. وكلمة connected load انتوا برضو اخدتوها بالتفصيل في الجزء الايه الاول. كونكتد لود ببساطه هي كل الايكوبمنت اللي عندك في الشقه، سواء انت بتشغلها على طول او حتى بتستخدم فريكوينتلي، يعني اي سوكت انت عامله عشان تحط مثلا توصل عليه مكوه، توصل عليه بتاع ده سخان كهرباء، اي اللمبات بتاعتك كلها سواء شغاله او مش شغاله، يبقى اي الكتريكال ايكوبمنت كل دول بيتجمعوا مع بعض بيدوا حاجه اسمها الكونكتد لود. طيب ليه الناس بتروح للتيور ريت ستراكشر؟ الحته دي احنا شرحناها في قبل كده، يعني واحنا ماشيين كده هتلاقينا احنا قلناها، بس خلينا نقولها بالاكزامبل الموجود ده. احنا عندنا هنا تو فاكتوريز، فاكتوري A وفاكتوري B، يعني مصنعين A و B. ده شكل الحمل بتاع الأول وده شكل الحمل بتاع التاني. هتلاقي إن الإنرجي هنا وهنا أنا حاسبها يعني، وأنا مديها لك كأن بقول لك ده 720 ألف كيلو وات أور والتاني نفس الكلام، يبقى كإنرجي الاتنين واحد. يعني لو رجعنا للفواتير اللي قبل كده كلهم الاتنين هيدفعوا نفس الفلوس قبل ما دي تظهر، لأن الإنرجي واحدة. طب ايه المشكله لو احنا عملنا كده؟ هلاقي ان هنا الماكسيمم بتاع الراجل ده الاولاني ايه 1000 كيلو وات المصنع، الثاني 3000. حلو، طيب ده معناه ايه؟
انا لما اجي اجيب، نفترض بقى المصنعين دول انا هغذيهم بقى، هغذي المصنعين دول بكابل لازم يستحمل الباور بتاع الدوده، يعني الريتنج بتاعته هتكون فوق ال 4000 كيلو، تمام. طيب نفترض كيس تانية، ده 1000 وده 1000، نفترض كده يعني، نفترض ان ده حصل، يبقى ساعتها كنت هجيب 2000 بس، ونفس الانرجي على فكرة، الانرجي واحدة. طيب ايه اللي خلاني اجيب 4000 كيلو بدل ما اجيب 2000؟ ان التاني ده الماكسيمم ديماند بتاعه كبير، وبالتالي لما اجي احاسب الاتنين لازم اعاقب ده عشان الماكسيمم ديماند بتاعه عالي. بقى ما ينفعش ده الراجل ده عامل تقريبا لود فاكتور تقريبا واحد وده لا، فانا لما اجي احاسب الاتنين بفاتورة اخلي الاتنين زي بعض، فانا كده ما ممكن اخلي ده يعمل يسحب بنفس الباترن اللي التاني سحبه، وبالتالي اكبر جدا الايكومنت اللي انا بشتريها، فلازم يبقى جزء من الفاتورة على الماكسيمم ديماند. فاكتور ايه ده الانرجي يعني بتاعته، و طيب فاكتور بي بيكونسيوم السيم اماونت اوف انرجي زي ما احنا قلنا، but its load continually changing، اللود بتاعه متغير جدا، الباور فلكتويست من 50 ل 3000. طيب الكباستي بتاع الترانسفورمر زي ما قلت اللي انا هجيبه للتو فاكتوريز دول هيبقى مجموع الاثنين. طيب ده معناه ايه؟ ان اليوتيلتي ذيرفور انفست مور كابيتال تو سيرفيس فاكتوري بي كونسيكونتلي، يعني لازم هجيبه اكبر، وبالتالي اللي اثر في ان ده بقى اكبر شويه هو فاكتوري بي، فلازم يبقى يدفع جزء من الفلوس على الايه المحاول الكبير اللي انا جبته ده، وبالتالي لو انا بحاسبه على انرجي بس كان هيدفع زيه زي ايه، تمام. طيب ده شكلها بيبقى عامل ازاي؟ شكل بسيط جدا، هي عباره عن كام جنيه هيضرب في بي ده اللي هو فاكتور للكيلو وات، وسي هو فاكتور لكل كيلو وات اور، يبقى السي ده كأن الجزء الثاني من الفاتوره، ده هو ده الجزء الاول اللي احنا الثلاث فواتير اللي كنا بنتكلم عنه، يبقى بي ده تشارج بير كيلو وات، وسي تشارج لكل كيلو وات اور. طيب التشارج ميد اون ماكسيمم ديماند ريكفر زي ما قلنا ايه الفيكسد تشارج، زي ما انت شفته هو هيأثر فين؟ في الترانسفورمر اللي انا هشتريه، انا اشتريته مره واحده وخلاص، تمام. لا يبقى لازم لما اجي احاسب المصنع بتاع بيه ده الماكسيمم ديماند بتاعه يدخل في الفاتوره عشان يحاسب على الفيكسد ايكوبمنت اللي انا هشتريه، بنسميها الفيكسد كوست. طيب ايه تاني؟ ماشي، the charge made on energy consumed recover the operating cost. طيب انا خلاص جبت الترانسفورمر وهحمل التكلفة بتاعته على المصنعين بنسب. طيب بعد كده انا هبدأ اشغل بقى المحطات التوليد بتاعتي بفيول او بفحم او بغاز او بايا كان، ففي فيول بيتحرق وفي فلوس، يبقى لازم الفلوس دي هتيجي منين؟ من الجزء التاني من الفاتورة اللي هو الانرجي بقى اللي هيستهلكها قد ايه. شوف بقى هو هيسحب قد ايه وهحاسبه على الكلام ده، كل ما هو بيسحب انرجي اكتر كل ما ده بيخلينا احرق فيول اكتر. ايه العيوب؟ سوري، الميزات الاول easily understood by the consumer، سهله. supplier gets retained in the form of fixed charge for the connection given to the consumer، ودي احنا قلنا انها عيب قبل كده، كان المصنعين هيتساووا في الكيسز اللي قبل دي، وده في ظلم الفاكتوري ايه. طيب ال disadvantage if the consumer does not consume any energy in a month even then he has to pay a fixed charge. طيب هنا طبعا المفروض ده كان عيب قبل كده، يبقى ما هواش المفروض يعني هيدفع يعني جزء من الفلوس حتى لو هو ما بيستهلكش energy، ده عيب بالنسبة لمين؟ هنا للكونسيومر، الكونسيومر هيبقى شايف ان انا كانه بيتظلم، انا ما بستهلكش كهرباء بتاخدوا مني فلوس ليه؟ لكن هو في الحقيقه مش عيب بالنسبه لشركه الكهرباء، او ده المفروض يبقى الطبيعي. طيب since the maximum demand of the consumer is not measured، هنا في الحاله دي احنا مش بنقيس الماكسيمم ديماند، فدايما بيبقى في كونفليكت ما بين الكونسيومر والسبلاير عشان الماكسيمم ده ليه؟ لان احنا قلنا هو في الغالب بيتعمل على كونكتد لود، لكن في الحقيقه هل انا الماكسيمم ديماند بتاعه ده برضو انتوا اخدتوه في حاجه اسمها الديماند فاكتور، والكلام ده اخدتوه بالتفصيل في الجزء الاول،
انا مش دايما الماكسيمم ديماند بتاعي هو الكونكت، بالعكس ده ما بيحصلش خالص، فدايما بيبقى في كونفليكت. شركه الكهرباء مثلا تقول له انت الماكسيمم ديماند بتاعك 10 كيلو، يقول لا انا عمري ما بعدي الاربعه او الخمسه، ويبقى في كونفليكت ما بين الاثنين. ده من العيوب ايه طيب هنا بقى هنبدا نتكلم عن خامس نوع اللي هو الماكسيمم ديماند تاريف. طيب في التاريف دي this type is charged on the basis of maximum demand. زي ما هو اسمها كده باين، انت بتتحاسب على الماكسيمم ديماند and the units consumed. مش بتحاسبش حد على الماكسيمم بس، لا انت هتحاسب برضه، لازم اليونتس دي اساسي، لازم في كل الايه التارفز اللي هي الانرجي، لان دي الفيول اللي بتحرق، انت بتحاسبه على الرننج كوست من خلال اليونتس او الانرجي يعني. This tariff is actually similar to two-part tariff، يعني هي شبه two-part tariff. الديفرنس اللي ما بينهم ان الماكسيمم ديماند از اكشولي ميجرد باي انستولينج ماكسيمم ديماند انديكيتور ميتر. هناك كنا بنقول تقريبا الماكسيمم ديماند هو كونكتد لود، وكان بيبقى فيه كونفليكت ما بين الكونسيومر والسيرفيس بروفايدر. لا هنا هنحط بقى ميتر عشان يقيس الاكشوال ماكسيمم، وبالتالي تبقى فير اكتر ان انت ايه تحاسبه على الماكسيمم ديماند الحقيقي بتاعه. ذا درو باك اوف تو بارت تاريف از ريمو، يعني المشكله اللي كانت في التو بارت تاريف احنا ايه كده تلفيناها يعني. ودي بتستخدم اكتر على البالك سبلايز واللارج اندستريال كونسيومرز، يعني المصانع الكبيره. مش مناسبه طبعا للسمول كونسيومر زي الريزيدنشال. مش هجيب انا ماكسيمم ديماند ميتر لشقه ولا بتاع، ده مش ايه مش ميك سنس يعني. طيب وبالتالي هتلاقي حاجه اسمها ديماند كنترولرز، بما ان دلوقتي المصانع الكبيره دي هيبقى عندها هتحاسب على الماكسيمم ديماند بتاعها، فبتبقى عامله ليميت على الماكسيمم ديماند ده ان هي ما تعديش رقم معين، فبتبقى عامله زي الارم كده، لو اللود في المصنع هيزيد عن الماكسيمم اللي المصنع عايزه عشان يحاسب بس على الرقم ده، بيبقى فيه الارم عشان يبدا يظبط الاحمال بتاعته ما يزيدش عن الايه الحمل اللي هو ايه عايز يوصل له. يعني هو عامل ماكسيمم مثلا 10 ميجا، لو قرب من 10 ميجا يبقى فيه الارم، يبدا هو ممكن يقفل لو في احمال مش مهمه قوي ولا حاجه يقفلها، بحيث انه ما يعديش ال 10 دي. سادس نوع اللي هو 3 بارت تاريف، ده بقى بيعمل ايه؟ بيحط نسبه ثابته مش مرتبطه ولا بالماكسيمم ديماند ولا باليونتس، فيكسد تشارج A، وتشارج لكل كيلو وات من الماكسيمم ديماند B، وتشارج لكل كيلو وات اور كونسيوم. ده ابلايد تو بيج كونسيومر، الكونسيومرز بقى اللي هم الكبار جدا نقدر نستخدم معاهم التاريف دي. اخر نوع هو الباور فاكتور تاريفز، هنا بقى يبدا ياخد في اعتباراته الباور فاكتور، يعني يدخل معاك كجزء من الفاتوره. والباور فاكتور باختصار ممكن شويه الكلام اللي في السلايد دي يبقى كافي بالنسبه لك عشان يعني تتخيله او تفهمه. طبعا هو موضوع ما هو صغير، لكن احنا عايزين ناخد بس الجزء اللي يهمنا منه. بنقول ان many AC machines زي الاندكشن موتورز والترانسفورمرز بتابسورب رياكتيف باور تو برودوس ذير ماجنتيك فيلد. طيب احنا عندنا نوعين من الباور، رياكتيف باور واكتيف باور. كل التارفز اللي قبل كده كنا كلمه كيلو وات دي احنا مقصود بيها الاكتيف باور، لكن لو انت عندك حمل زي موتور اندكشن موتور مثلا، فهو بيسحب اكتيف باور اللي هي بالكيلو وات دي، وكمان رياكتيف باور. تمام، فانت الانرجي الكونسيومد بتيجي نتيجه الاكتيف باور، لكن لما تيجي تعمل ديزاين للايكوبمنت بتاعتك سواء ترانسفورمر ولا كيبلز ولا ايا كان عشان تبروفايد السيرفيس للمكان ده، فانت بتيجي تعمل ديزاين على الاكتيف والرياكتيف باور كمان. فكل التارفز اللي قبل كده ما كانتش بتحط في حساباتها هو بيسحب رياكتيف باور قد ايه. تمام، وبالتالي ايا كان بقى الباور فاكتور بتاعه، يعني ايا كان الرياكتيف بكميه الرياكتيف باور اللي بيسحبها، انت مش مدخلها في اعتباراتك. طيب فده يؤدي لان اللو باور فاكتور بيزود الريتنجز بتاعه الباور بلانت ايكوبمنت. ليه؟
عشان لو باور فاكتور معناها رياكتيف باور عاليه، يبقى تيار عالي يبقى الريتنجز هتعلى، تمام كده، وبالتالي التكلفه تزيد. يبقى انا عايز اعاقب المكان اللي ليه لو باور فاكتور او بيسحب رياكتيف باور كتير. طيب الكونسيومر هافينج لو باور فاكتور ماست بي بينالايزد، لازم اعاقبهم، والناس اللي ليهم هاي باور فاكتور لا اديهم انسنتيف، او لو هو محقق الباور فاكتور اللي انا عايزه خلاص مش هعاقبه، يبقى مفيش بينالتي عليه. في ثلاث انواع، كيلو فولت امبير. كيلو فولت امبير اللي هو داخل ضمنيا جواه الرياكتيف والاكتيف باور، يعني كده مدخل معاه الاثنين. لما يجي يحسب الماكسيمم ده ما بيبصش على الكيلو وات بس او اللي هو الاكتيف باور بس. وفي البي سوري الباور فاكتور سلايدنج سكيل، والكيلو وات اند الكيلو فولت امبير رياكتيف تارف. هنا بقى حاسب على الاكتيف لوحده والرياكتيف لوحده عشان يشوف الايه الباور فاكتور. طيب دول الثلاث انواع اللي احنا هنبدا نتكلم عنهم، ونبدا باول واحد اللي هو كيلو فولت امبير ماكسيمم ديماند. هنا ده بقى نقدر نقول ايه ان هو موديفايد فورم من التو بار تارف. حلو، بدل ما هناك كنت بحاسب على الماكسيمم ديماند بالكيلو وات، لا انا ادخل الكيلو فولت امبير اللي هو ضمنيا داخل معاه الرياكتيف باور، والكي في اي او الكيلو فولت امبير انفرسلي بروبورشنال تو باور فاكتور. فلو عندك لو باور فاكتور هيبقى هاي كيلو فولت امبير وبالتالي يدفع اكتر، تمام. طيب الباور فاكتور سلايدنج سكيل او الافريج باور فاكتور تارف، هنا فكرتها بسيطة جدا. انت بتقول انا عايز 0.8 باور فاكتور، ده الريفرنس بتاعك. شركة الكهرباء تقول مثلا للمصنع انا محتاجة 0.8 باور فاكتور تحقق لي الرقم ده، لو هو قل عنه يبقى في بينالتي، لو زود عنه يبقى في انسنتف او تديله ديسكاونت على الفاتورة بتاعته. اخر نوع اللي هو كيلو وات اند كيلو فولت امبير رياكتيف تارف، هنا هيحاسب على ده لوحده وده لوحده، وبالتالي كل ما الكيلو فولت امبير رياكتيف بتاعه يزيد يبقى هيدفع اكتر، وده معناه لو باور فاكتور. يعني كل ما الباور فاكتور يقل هتسحب كي في اي ار اكتر وتدفع اكتر. الاكزامبل ده ستريت فورورد ومباشر، نفس الفكره في الاكزامبل اللي قبله، هو اكزامبل محلول، فهت ايه هت هت تحلوه يعني بنفسكم او هتبصوا على الحل يعني، بس عشان يبقى عندك سنس بالارقام بس مش اكتر يعني، ما فيهوش فيه اي فكره او اي حاجه. طيب تايم اوف يوز ريت او تايم اوف داي تارف، لا دلوقتي بقى الايام الجديده بدأ يظهر حاجة اسمها لود مانجمنت او ديماند سايد مانجمنت، إدارة للأحمال. بدأ يبقى التارفز اللي كانت موجودة قبل كده دي ما تبقاش مناسبة قوي للنيو ريكوايرمنت. طيب ببساطة الطريقة الجديدة اللي هي تايم اوف يوز دي بتقسم اليوم لبيك ونون بيك. بيك مقصود بيها وقت الذروة، ونون بيك اللي هو الوقت اللي مفيش فيه ذروة يعني. ليه؟ لأن أعلى تكلفة للكهرباء بتبقى وقت البيك، لأن أنت بتضطر تشغل كل المحطات، إيفن لو عندك محطة غالية أو الإفشنس بتاعتها غالية كتكلفة تشغيل يعني، أو الإفشنس بتاعتها قليلة بتضطر تشغلها لأن الحمل بتاعك كبير عايز تغطي الأحمال. فأنت بالتالي عايز تعمل إيه؟ عايز تخلي سعر الكهرباء وقت البيك يبقى اغلى منه من وقت الايه النون بيك، او وقت الذروه يبقى غالي والوقت التاني يبقى ارخص. عشان كده اسمها تايم اوف يوز، انت هتستخدم امتى الكهرباء. لو استخدمتها وقت البيك هتدفع اكتر، استخدمتها وقت النون بيك هتدفع اقل، عشان بيشجع الناس شويه انها ما تستهلكش كهرباء وقت الذروه. مثال بسيط على كده، افترض انت عندك غساله مثلا، غساله اوتوماتيك. الغساله دي انت ممكن تغسل، تشغل الغساله قبل ما تنام، تمام،
وانت نايم هي بتغسل وتخلص وبتاع. حلو، في واحد تاني ممكن يجي الساعة 7 8 اللي هو وقت البيك بتاع الكهرباء ويروح مشغلها، بيعمل حمل زيادة على الشبكة وتكلفة زيادة. فعشان يشجعك ان انت لو انت عندك حمل مش مهم قوي انه يشتغل في وقت معين زي ما اقول لك الغسالة، ما تشغلهاش وقت البيك والا هتدفع اكتر. تمام، ده مثال بسيط يعني. طيب، اوف بيك انرجي يوز، يوز اوف اوف بيك انرجي از سوليوشن تو امبروف البلانت كاباسيتي فاكتور اند هنس لور كاباسيتي كوست اند بيتر يوتيلايزيشن انفست اوف انفستمنت. دي الحته اللي انا كنت بكلمكم فيها، انت لو استهلكت كهرباء مش وقت البيك فالكاباسيتي فاكتور بتاعك هيتحسن، لان انت بتعمل شيفت للبيك فالبيك بيقل. تمام، فانت لما تيجي تجيب محطه ساعتها هتجيب محطات اقل كمان في الكاباسيتي. reduced need for peaking units resulting in lower plant capacity and lower production and maintenance cost. لان انت لو جيت تشغل البيكنج يونتس مقصود بيها الوحدات اللي بتشغلها وقت البيك، ودي زي ما قلت لك ممكن تكون مش هي اعلى كفاءه وهي اخر حاجه ممكن تشغلها، فلو انت قللت الاحتياج ليهم فانت شركه الكهرباء بتكسب، وبالتالي بتعوض جزء، او سوري بتدي جزء من المكسب ده للناس اللي ساعدتها انها تحقق ده، فبتلاقي فاتورتك تقل او الحساب بتاعك على مدار اليوم يبقى مختلف. لو انت استخدمت وقت البيك تدفع اكتر، لو استخدمت اوف بيك او نون بيك يعني تبقى تدفع اقل. المصطلح الاشهر طبعا هو بيك واوف بيك. طيب، ده الايجيبسن تعرف، بس طبعا دي قديمه اللي هي من 2014 2015، هتلاقي كل سنه بقى في برسنتج كده زياده على الارقام اللي موجوده هنا. ممكن ببساطه لو دخلت على الانترنت تعرف اخر ارقام يعني، والسلايد دي واللي بعدها هتلاقيها قايله لك كل الايه التقسيمه، الجهد الفائق او اللي هو اعلى جهد يعني ال 220 كيلو فولت، بعد كده ال 66 حاجه زي مترو الانفاق بتتحاسب بكام، الصناعات الكثيفه بكام، صناعات الزجاج وهكذا، كل حاجه ايه ليها تسعيره مختلفه يعني ريت مختلف. وهنا بقى الاستخدامات المنزليه والمحلات التجاريه، برضو نظام الشرايح اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي هو البلوك ريتس، يعني كل بلوك ليه سعر. كمثال غالبا ال 7.5 قرش اللي هي من زيرو سوري من صفر ل 50، دي غالبا اخر سعر ليها كان 30 قرش لكل كيلو وات اور. يعني في النظام المصري الانرجي يونتس ديفايدد انتو نمبر اوف بلوكس زي ما احنا عارفين، الريت بير يونت اوف انرجي فور ذا فيرست بلوك از مينيمم اند انكريزد، عكس ما كنا بنقول قبل كده. هنا بيبدا بقليل ويزيد مع البلوكس اللي بعد كده 7.5 14 وهكذا. طيب ميزه ده ايه؟ ممكن المزايا والعيوب هنا من وجهه نظر الشبكه والكونسيومر. طبعا سهل جدا انت ككونسيومر تعرف انت في انهي شريحه هتدفع قد ايه، بتساعد الكونسيومرز اللي عندهم لو انكم اللي هو الدعم يعني، لان يعتبر في نسبه دعم. طبعا دلوقتي ممكن النسبه دي قلت قوي ومع الوقت هتختفي. الكونسيومرز يوز الكتريكال انرجي از بير ريكويرمنت، يعني مقصود بيها ان الناس مش هتبقى بتتشجع او انها تعمل ويستج في الباور، لان كل ما هيستهلك اكتر يخش في شريحة اعلى ويدفع اكتر، ومحتاجة طبعا عداد واحد او 1 متر يعني عشان تقيس الانرجي. العيوب الكونسيومر يوزنج مور انرجي ار تشارجد ات هاير ريت، ده انا بقى ممكن اشوفها انا ككونسيومر، اشوف ان ليه انت يعني انا لما اخد كهرباء اكتر تقوم تديني بسعر اعلى، فيعني عكس بره شويه. لكن طبعا احنا قلنا ان دي متراعي فيها ان في دعم على ال سعر الكهرباء، وبالتالي حتى ايفن الشرايح على فكره الاعلى كانت مدعومه برضه فستيل ارخص. دلوقتي انا صراحه مش عارف اذا كان اخر حاجه احنا وصلنا لها كده لسه في جزء من الدعم ولا لأ، دي معلومة أنا مش متأكد منها، لكن يعني بيتهيألي ممكن يكون في نسبة بسيطة من الدعم، لكن
سعر الكهرباء اللي موجود دلوقتي يعتبر ممكن يكون قربنا قوي من ان يكون خلاص سعرها محرر، يعني زي البنزين كده. طيب the consumers pay fixed charge اللي هي الكاستمر، اللي هي تقريبا الفلوس بتاعة النظافة أو حاجة زي كده، دي بتبقى حاجة ثابتة بتدفعها حتى لو أنت مش قاعد في الشقة أو مستفيد منها يعني. فده ممكن برضو ككونسيومر يشوف إن ده إيه، عيب يعني في نظام الفاتورة ده. طيب إحنا كده خلصنا المحاضرة، شكرا جزيلا.